اهلا وسهلا استاذ هيدر، تسمعني؟ ألو ألو، السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ هيدر، تسمعني؟ عليكم السلام أستاذ عباس، أسمعك واضح. أستاذ هيدر، تسمعني؟ أنا ألو أسمعك. ألو أستاذ، إي بس شوي أنا أسمعك صوتك أستاذ. بالميكروفون تقرب حضرتك. إي واضح أيوه أستاذ هسه. عباس، أسمع واضح يعني أستاذ هيدر. تمام حبيبي أستاذ عباس. الله أوكي، بدي أفهم يخليك. شغل الفيديو. نعم، تمام. أوكي. شكرا جزيلا. براحتك أستاذ هيدر، شكرا جزيلا لحضورك، ممنونين على هذا الوقت، الله وإن شاء يخليك. الله نستفاد من المحاضرة. إن شاء الله الساعة 9 بالضبط نبدأ. إن شاء الله خير، إن شاء الله الله خير. يخليك. إذن أوكي، إذا تسمعني يعني واضح الصوت. نعم نعم كلش صوتك واضح، أستاذ. حتى الكاميرا. واضح. جيد جيد جيد. إيه لأنه يعني إذا صوت ما واضح كلش أتقرب شوي على الراوتر، لأن ده أشوف يعني الشبكة يعني تقريبا 3/4، يعني مو فول 100%. بس إذا صوتك واضح هذا أساس صوتك واضح، تمام كل شيء. كله يلا زين ثمان دقائق ونبدأ. إن شاء الله. أوكي إذا ننتظر 8 دقائق إن شاء الله. بالنسبة أستاذ عباس، العفو، بالنسبة لل ألو أستاذ عباس تسمعني؟ نعم صحيح، أسمعك يعني صحيح. بالنسبة نعم للسكرين مالتي، أنا أشير السكرين مالتي مو؟ أكيد إن نعم، هسه حاليا أنت كو هوست، تقدر تسوي شير سكرين، بس شوية النت عندك ضعيف، أي صحيح قطع صحيح. شوي. أوكي، خلي أستغل هاي ال8 دقائق أتقرب شوي على الراوتر مالتي أفضل. تمام، استاذ براحتك. تمام، نعم أوكي حبيبي، شكرا.
استاذ عباس تسمعني واضح هسه مو احسن صوت؟ صوتك كلش واضح. اي نعم استاذ هيدر ممتاز. شكرا. تمام تمام تمام. عفوا استاذ عباس بس اذا صار الشيء نعم نعم واضح الشيء مالتك استاذ. تمام تمام اوكي ثواني من دقائق نبدا ان شاء الله. اوكي اوكي ماكو اي مشكله باي وقت. أهلا وسهلا بجميع الحضور في ثالث محاضرة يقيمها الفرع الطلابي لجمعية مهندسي النفط العالمية SBE الخاص بجامعة البصرة للنفط والغاز. عنوان محاضرة اليوم راح يكون Will Design Skills with Landmark Halliburton Software's Case Study. المحاضر هو الأستاذ حيدر عبد السلام. المحاضرة راح تكون على ليلتين متتاليتين. نبدأ عن المحاضر. المحاضر هو مساعد كبير مهندسي حفر حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة النفطية ورئيس مهندسي حفر في وزارة النفط العراقية، نائب مدير قسم الحفر في وزارة النفط، حاصل على شهادة
الفقار صرت ميوت فعل مع ثواني نعد. أهلا وسهلا بجميع الحضور في ثالث محاضرة يقيمها الفرع الطلابي لجمعية مهندسي النفط العالمية SBE الخاص بجامعة البصرة النفط والغاز. عنوان المحاضرة راح يكون World Design Skills with Landmark Halliburton Software's Case Study. المحاضرة سوف تكون على ليلتين متتاليتين. المحاضر هو الأستاذ حيدر عبد السلام. نبدأ عن المحاضر. المحاضر هو مساعد كبير مهندسي حفر حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة النفطية، رئيس مهندسي حفر في وزارة النفط العراقية، نائب مدير قسم الحفر في وزارة النفط، وحاصل على شهادة الـ IWCF المستوى الرابع الخاصة بالإشراف، فهو مدرب معتمد من مديرية التدريب والتطوير في وزارة النفط. يحمل المحاضر خبرة تزيد عن 15 عاماً في القطاع النفطي، خاصة في بناء وتصميم الآبار. أهلاً وسهلاً أستاذ حيدر. مساء الخير جميعا، السلام عليكم. نرحب بك باسم الفرع الطلابي. اتشرف بكم استاذ عباس، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المقدمه. اهلا وسهلا. موصول لل SBE بصره University for Oil and Gas Student Chapter. شكرا للحضور الاخوه والاخوات الحضور على وقتهم اللي حضور هذه الويبينار. أتمنى تكون هذا الويبينار مفيدة للجميع، ونحاول قدر الإمكان أنه نمزج بين الجانب الأكاديمي اللي أنتم كطلاب وك يعني لا تزالون قسم كبير من الحضور لا يزالون في مرحلة الدراسة، وبين الجانب العملي اللي هو يعني الأساس اللي راح إن شاء الله اللي يتخرجون واللي بعد ما محصلين عمل، الجانب الأساسي اللي هو يحتاج المهندس النفط أو المهندس بصورة عامة يعني. فنحاول نمزج بين الجانبين، جانب ال خلينا نقول البراكتيكال وجانب الثيوريتيكال. قلم ورقة. الصوت عندك. واضح إن شاء الله؟ يس. واضح الصوت، استاذ شوي قرب المايك إذا تسمح. أوكي 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 أوكي. طبعاً لا يفوتني أن أقدم الشكر لشركة هاليبرتون على مساهمتها ان بالديمو لاندمارك سوفت ويرز. طبعا اخص بالشكر الاستاذ احمد جراح والاستاذ حيدر وليد على تعاونهم ودعمهم الدائم سواء لوزارة النفط او للطلاب بصوره عامه للجامعات بصوره عامه. طبعا خلي نحكي نبدا الويبينار مالتنا بتعريف عام، طبعا يعرف المختصون الهندسه بصوره عامه على انها reach the optimum design with the minimum cost considering the QHSE quality health safety and environment. طبعا هذا التعريف بصورة عامة هو يختصر الكثير من المعاني بتعريف مبسط للهندسة، وهذا التعريف هو جامع وشامل لأغلب الاختصاصات من ضمن اختصاصنا كمهندس الويل ديزاين. التعريف بالنسبة للهندسة هو مثل ما قلنا reach the optimum design، أنه نحصل على أفضل تصميم with minimum cost. يعني المهندس اللي مصمم للبير يجب أن يخلي باله هذه الأشياء، أنه يحصل على optimum design with minimum cost considering يأخذ بنظر الاعتبار الكواليتي والهيلث سيفتي انفايرمنت، الجوده والصحه والسلامه والبيئه، لان هذا يعتبر الدرجه الاولى بالنسبه للمهندس وبالنسبه للعاملين ايضا، لان سلامه العاملين اول شيء، سلامه الموجودين بالسايت، لان انا راح اصمم بير، هذا البير راح يتحول الى برنامج حفر، وبرنامج حفر راح يتنفذ من قبل مهندسين وعاملين على جهاز الحفر، فلازم اني احافظ على سلامة الناس اللي راح تشتغل على التصميم مالتي، وبنفس الوقت اوفر بئر، هذا البئر يكون يستمر لاطول فترة من الزمن. يعني ف الويل ديزاين ريكويرمنت، يعني اهم ويل ديزاين ريكويرمنت وفق تعريف الهندسة مثل ما قلنا، انه اول شيء انه يكون عندي سيف ويل، يعني انا من اصمم البئر اخلي هذا النيل المفردات ثلاثة السيف ريكويرمنت، يعني الاوبتيمم ديزاين مينيمم كوست
الكواليتي. لأن دائما في كل مراحل التصميم البير اللي راح نشوفه إن شاء الله في كل المراحل هي راح تكون معانا. فأول شيء من الريكويرمنت والـ ديزاين ريكويرمنت هو راح يكون الـ safe well. فلأنه دائما احنا عندنا safety first سواء بالديزاين سواء بالتنفيذ سواء بكل مراحل الـ well construction. الشيء الثاني يجب ان يكون applicable، يعني اني من اسوي الديزاين مالتي well design مالتي لازم يكون هذا الديزاين مالتي قابل للتطبيق. يعني ما ممكن اني كمهندس مصمم للآبار انه اعمل بمعزل عن المتوفر من مواد materials سواء رؤوس آبار سواء casing سواء materials of drilling fluid سواء ال completion tools سواء production tools. يعني كل ما موجود ما يستخدم في البير يجب أن يكون الديزاين مالتي يعني متوافق معه. يعني يجب أن يكون الديزاين مالتي applicable. فأول شيء أوفر يكون البير مالتي safe well and applicable well applicable design I mean. وثالث شيء يكون عند المينيمم كوست. يعني اني هو حرفيا احنا جاي نطبق تعريف الهندسه reach the optimum design with minimum cost considering the QHSE. فهذه المبادئ الثلاثه requirements three requirements هذه دائما انا اخليها ببالي في كل مرحله من مراحل التصميم سواء من الكيسينج ديزاين السمنتنج ديزاين من الويل كونستراكشن بصوره عامه. هذه المبادئ دائما تكون معي. فدائما المهندس يعني ما ممكن انه يسوي ديزاين with high cost. هذا صحيح هو ديزاين مرات يكون ديزاين هو يطبق اوكي وهذه لكن هو ما لبى متطلبات الهندسيه. يعني اذا بئر انا صممت الديزاين مالته سويته هو ممكن انه ينحفر ب 6 مليون دولار على سبيل المثال. اذا انا سويت الديزاين مالته ب 10 مليون دولار هذا يعني وفق المقاييس الهندسيه هو يعني فيل ديزاين ليس يعني المفروض يعاد النظر به خصوصا بالآبار التطويرية. لأنه مثل ما نعرف إحنا عندنا آبار استكشافية هذه يكون الانسيرتينيتي للمعلومات تكون يعني عالية الانسيرتينيتي. لكن بالآبار التطويرية يجب أن أسوي أوبتمايزيشن للديزاين ماتي مع كل بير أحفرة عدل بالتصميماتي إلى أن أوصل إلى أوبتيمم ديزاين. فمثل ما قلنا safe well applicable and minimum cost. خلينا نشوف شنو البوتنشال هازاردز المخاطر اللي اني كمصمم ابدي اتعامل معاها. ابدي اتعامل مع عديد من المخاطر من اهم هذه المخاطر انه الويلز كوليجن. مثل ما تعرفون اني مبدئيا عندي خطه تطوير للحقل. هذه خطه تطوير للحقل اشترك بيها عدد من المهندسين من أقسام الجيولوجي من أقسام الريزيفار من أقسام البروتكشن وأنا من ضمنهم من واحد من الأقسام اللي هو الدرولينج. فالريزيفار إنجينير راح يحدد لي مواقع آبار مكمنية. راح يقول لي يا بي مثلا هذه الحقل فيلد أكس راح يكون بعدد من الآبار على سبيل المثال 400 بئر 500 بئر إلى 1000 بئر. فهذه الآبار هو راح يحدد مواقعها مكمنية. أني وفق دراستي راح يقول مثلاً خمس مثلاً في 100 بير هورزنتال 100 بير دايركشنال 100 بير فيرتيكال 100 بير إنجكشن. فأني كمصمم لازم راح أحول هذه المواقع المكمنية راح أحولها إلى آبار موجودة على السطح. أربط بين نقطتين، نقطة على السطح اللي هي السيرفس كوردينيت ونقطة به اللي هي التارجت مع مراعاة الريزيفر انجينير ايش قد احتاج يخترق المكمن. هذا مهم جدا يعني انه نشوف منطقه لان هو المهندس المكامن راح يباوع بالبترال والاكليبس يباوع على منطقه الريزيفر. بينما انا راح احاول اسوي مسار للبير من السيرفيس الى التارجتس. فهذا العدد الكبير من الابار مثلاً في حقل الرمالة أكثر من 1200 بير حالياً. فممكن أنه تتعرض للتصادم. يعني أنا من أحفر بير إذا هذه ما مخطط لها من البداية راح توصل مرحلة من يصير عندي 100 و200 و300
من الآبار. هذه الآبار راح ممكن أنه يصير بها collision اللي هو يعني التصادم، خصوصاً بالأوفشور مثلاً. بالأوفشور المساحة محدودة بالسطح، فلازم يخلي في باله أنه يسوي الأنتي collision model. إن شاء الله إحنا اليوم راح نسوي همين model للأنتي collision. واحدة من المخاطر الهازاردز الميسينج تارجتس، ممكن أنا التارجت ما راح أقدر أوصل له إذا ما مسوي الديزاين مالتي والت تراجكتوري بصورة صحيحة. ممكن أنه أخطأ التارجت، وبالتالي راح بدل ما أدخل منطقة روزفلت راح أدخل منطقة أكوفا، ممكن راح يصير البير يتحول إلى ينتج الماء بدلا عن النفط. واحد من الهازاردز اللي هو الهاي الـNPT اللي هو النون برودكتيف تايم. أنا كمصمم لازم أنه أحاول أنه قدر الإمكان بالديزاين مالتي ما أخلي الأوبريشنز أو الدرولينج سوبرفايزر أو الويل سايت يواجه صعوبات تحد من البرودكتيف تايم. فأحاول بالديزاين مالتي أخلي الديزاين فليكسبل، وبنفس الوقت أعطي الهنت وأعطي الملاحظات اللي من يتبعها ما راح يصير عنده نون برودكتيف تايم، لأن نون برودكتيف تايم يعني الوقت اللي راح ينهدر. وراح نشوف ان شاء الله شنو النون برودكت تايم. كيسينج فيلر، ممكن انه يصير عندي فيلر بالكيسينج، فلازم اني الديزاين مالتي يكون الكيسينج مالتي اسوي له ديزاين اوبتيمم. مثلا يصير عندي مثل السيمنتينج فيلر، نقطه مهمه جدا انه يعني روح البير هو السيمنتينج، لانه السيمنتينج راح يعزل لي الطبقات عن بعضها. فأخلي في بالي أنه البوتنشال هازاردز من ضمنها السيمنتينج فايلر، فأسوي الموديل للسيمنت، ومثل ما راح نشوف بالسوفتوير اللي نستخدمها شون راح يصير السيكونس، راح يصير التتابع بالورك فلو بالنسبة للويل ديزاين. بعد من الهازارد أنه الويل كنترول إشو، لازم يكون الويل ديزاين ماتي يحافظ على البئر من حوادث الويل كنترول، وهذا مهم جدا للأوبريشن، لأنه أنا كمصمم عندي ما نسميه المد ويت ويندو، عندي البور بريشر اللي هو ضغط الطبقات، وعندي الفراكتشر بريشر اللي هو ضغط التكسر. والمد ويت اللي يجب أن أستخدمه هو يكون بالمنتصف، اللي هو يكون أعلى من البور بريشر اللي هو ضغط الصخور، بحيث أنه سائل الحفر اللي راح أستخدمه يكون أعلى من مواقع الطبقة، وبنفس الوقت راح يكون مو عالي الكثافة بحيث يسبب لي تشقق للطبقات. فهذه مهمة جدا، هي البوتنشال هازاردز، مجمل البوتنشال هازاردز اللي يتعامل معها كويل ديزاينر. نشوف مثلا اخوان الاستاذ، ولا اقاطعك بس اسوي كتم جماعي، انا مود لا يقاطعونك هسه. اوكي اوكي سلام. استاذ بس اذا بس افتح الميوت من يمك. اوكي اوكي سلام. هذا بعد ما حد يقاطعك. تمام. سو الميسنج تارجت اللي احنا حكينا عليه، هذا ال ان هورزونتال ويلز سبيشالي، يعني هورزونتال ويلز ذا ويل تراجكتوري شود تيك ان ذا كونسنتريشن ذا جيولوجيكال كومبلكسيتي اند فورميشن ديبينج انجل. يعني مثل ما نشوف بالصوره اللي امامنا، هذا البلان، يعني هنا راح يكون البلان مالتنا. هنا يعني هذا بلان جيولوجي، ف الحقيقة هي تختلف، يعني حقيقة الطبقات هي مو مثل ما هي ايديال، يعني واحد فوق الثاني ترى سبيج يصير، لا الطبقات هي مختلفة، فلازم أنا أخذ بنظر الاعتبار. لذلك يعني مثل ما قلت أول بداية أنه المصمم الويل ديزاين مستحيل يشتغل في معزل عن الباقيين، يجب أن يكون متعاون ومتفاهم ويتبادل المعلومات مع الجيولوجي، مع الريزرفار، مع البرودكشن، مع الكمبليشن، كل المعلومات هي مفيده له. لذلك انا من اسوي الويل تراجكتوري ماتي، يعني لو نشوف لو انا هسه من يمي اسوي الويل تراجكتوري بدون ما استعين بالجيولوجي او الريزرفر، راح يصير مثل هذا اللي هو
أنا مخططي هيك، لكن بالحقيقة لو كان هذا الويل تراجكتوري مالتي هذه الطبقات راح يصير ميسنج، يعني نص منتصف التارجت مالتي بمنطقة الجود ساند اللي هي الأويل ساند، ومنتصف التارجت رايح في البور ساند، يعني في يعني ميسنج ذا تارجت. فلازم أنا أكون حذر بهذا، أسوي الويل تراجكتوري مالتي وفق الأزيموث، وفق الانكلينيشن، وفق الميجر ديف، كل ذني لازم يعني أسوي لهم ماتشينج ويا الجيولوجي. خلينا نشوف بعد شيء ثاني من الـ من الـ من الهازاردز. أوكي، هذا شلون راح أتغلب عنه؟ أتغلب عليه عفواً، أتغلب عليه بالgood trajectory planning. استخدم software مضبوط، استخدم methods اللي هي مال survey، بحيث أنه بين السطح لحد ما أوصل للتارجت ما راح يكون عندي error. الأرر هو وارد يجيني من كل، لأنه أنا دا أحفر في طبقات وأحفر بواسطة حافرة drill bit، وهذا الدرول بيت ممكن أنه نتيجة الاهتزاز ونتيجة للأرر اللي يجينا من الماجنتيك إيرث مودل، هذا ممكن أنه تغير القراءات. فgood trajectory planning عفوا and good geosteering tools اللي هي راح يستخدمها مهندس الحفر بالoperation. فمن راح يصير ازدواج بين التراجكتري good trajectory design والgeosteering، مثل ما لاحظ بالصورة هنا راح يكون عندي الـ أعرف أنه من خلال LWD، من خلال MWD أعرف أني إذا طلعت من الطبقة، لأنه تبدي تتغير البتروفيزيكس نتيجة لتغير مكان LWD logging while drilling. فهذا التراجكتري أنا اللي مسوي ماتي، وبنفس الوقت اخلي ويا البي اتش اي اللي هي يعني مجموعه الحفر، اخلي مع جيوستيرينج اللي هي معدات خاصه راح تشوف لي كانه تصير العين بالنسبه للمهندس اللي موجود على السطح. الويل كولاجين مثل ما قلنا، كل ما يزداد عدد حفر الابار كل ما تزداد مخاطر الكولاجين. هذا احد المشاريع احنا يعني مشتغلين، نلاحظ انه هو الحقل كان كله vertical wells، وصار اكو مقترح انه نسوي well pad. الويل باد هو عباره عن تجمع من الابار، مجموعه من الابار على مود، راح نشوف انه ليش نسوي الويل باد السلايدات الجايه. لكن انا هنا اللي يهمني انه ما يصير كولوجن، ما يصير تصادم بين اي بئر من الابار اللي انا مخطط لها مع الابار اللي موجوده، او اللي ابار اللي راح مستقبلا اخطط لها. فهذا ايضا مهم جدا بالنسبه لي كديزاينر. نشوف هذا مثلا بالاوفشور، هذا يعني هذه بالبحر، اذا تلاحظون انه هي المنصه ثابته وتحفر عدد كبير من الابار، فتبدي هاي هنا المساحات كلش محدوده، جدا محدوده، فنتيجه لمحدوديه المساحه فراح يحاول انه يستغل هذه المساحه من خلال الويل باد هنا، ويبدي يحفر كل تارجت يسوي له ويل تراجكتوري خاص به. واذا تشوفون هذه الاليبس احنا نسميها الاليبس اوف انسرتينيتي، سيلندريكال اليبس، هذه نخليها دائر مداير، هذه وهميه يعني احنا نخليها كمصممين دائر مداير التراجكتوري ويل تراجكتوري على مود نشوف نسبة إلى الأوفست ويلز. الأوفست ويلز اللي قريبة عليه، إذا صار تقاطع بين هذا الإليبس والإليبس القريب عليه، السوفتوير راح ينطيني إنذار يقول لي ترى أنت صرت قريب جدا على الويل القريب المحفور أصلا، فعدل الخطة مالتك ما دامك أنت تسوي مرحلة البلانينج، فممكن أنه تعدل الخطة. مثل ما نشوف هنا يعني هذه الإليبس، هذا الإليبس يستمر، احنا نخليه بالديزاين يستمر ويا الويل تراجكتوري، وكأنه يعني عين بالبلانينج، يعني يباوع على الآبار القريبة عليه ويسوي سيرفي عليها. وإذا تلاحظون جوه هنا فيقول
اكو اوفست ويل قريب عليه من السنتر للسنتر، من السنتر مال هذا التراجكتوري للسنتر مال الاوفست ويل القريب عليه هو 755 متر، والسيبريشن فاكتور 1.19. هاي راح نشوفها ان شاء الله. فهناش قايل لي قال دير بالك انه شط ان بروسيجر وعدل الخطه. سيمنتنج فيلر ايضا لازم اني كمصمم، من واحد من الهازاردز المهمه اللي حكينا عليها انه ممكن يصير عندي سيمنت فيلر، هذا ينتج لي من عدم مركزه البطانه. اذا تلاحظون هذه الصوره، هذه اللي هي البطانه، المفترض ان تكون البطانه بالمنتصف، سنترلايزيشن مالتها بالمنتصف، لكن لسوء التصميم المصمم ما مختار سنترلايزر بصوره صحيحه. تعرفون انه احنا ننزل البطانات ونخلي عليها حواليها سنترلايزر، لان البطانه اصغر من التجويف، التجويف هذا نقول 8.5 انش، والبطانه هذه نقول 7 انش، فالبطانه تميل انه تكون على جدار البير، لكن اني اخلي لها مركزه بالسنترلايزر. فهذا السنترلايزر اني احدده كمصمم، واحدد كميه السمنت، واحدد الهيدروليك للسمنت، واشوف الهيدروليك مال السمنت انه راح يسبب لي التشقق. هذا الشانلز، هذا الطين حفر هنا باقي، هذا اذا يبقى يصير كارثه، لانه مرور زمن راح الطبقات السفلى تتحد، يعني الموائع مال الطبقات السفلى تصعد للطبقات العليا، ويصير شانلينج، وممكن حتى يدمر لنا الفرش ووتر، الطبقات اللي قريبه على السطح. وصارت بالجزائر مثلا، صار يعني طبقات المالح العميقه صعد منها المي المالح الى طبقات الفرش ودمر المياه الجوفيه كلها. الام بي تي اللي حكينا عليه، لازم انا الام بي تي اقلله الى قدر الامكان. نون برودكتيف تايم اللي هو يعني كل ايفنت، اني ايفنت ذات اني ان سكيدجول ايفنت، سوري. سو اللي ان سكيدجول ايفنت نون برودكتيف تايم يجيني ستك باي، يجيني من البي اتش اي تشينج، يعني انا البي اتش اي ما مختارها بصوره صحيحه فاضطريت اغيرها. هذا ام بي تي. الام بي تي كل ما اتاخر انا، كل ما الرق ما تبدا ادفع له فلوس اكثر، كل ما ادفع ديلي اكثر، يعني البير بدل ما راح ينحفر ب 75 يوم، البير ينحفر ب 80 يوم، فهذه 5 دايز انطيته على كل يوم اكثر من $40,000، فمن غير التاخير بتسليم البير. فهذه مجموعه من الام بي تيز اللي هي كثيره جدا يعني تواجهنا. كل ما اكون الديزاين مالتي مضبوط، كل ما يقلل الام بي تي. مثل ما نشوف هذا الدرولينج بروجرام، لان عفوا انا كمصمم الهدف مالتي اوصل له انه درولينج بروجرام قابل للتطبيق، ابليكابل، ياخذ الدرولينج سوبرفايزر والدرولر والتول بوشر يطبقوه بالسايت. فهذا انا انطيه اقول له يا بالهازاردز اللي عندك ممكن يصير عندك بهذه الطبقات، الابر فارس مثلا، مثلا بيت بولينج يصير، او الوش اوت البي اتش اي. باللور فارس مثلا يصير عندك تايت هول، البايب ستاكينج. فدير بالك، يعني هو راح يتخذ مجموعه من الاجراءات، مثلا بالتايت هول هو راح يسوي وايبر تريب، يعني يبدي ينعم جدار البير، كل ما يحفر 100 متر يبدي ينعم جدار البير. ليش؟ لانه انا قلت له هذا انه هذه الطبقه بها انهايدرايت وسولت، فدير بالك منها. القصد من كلامي انه انا كديزاينر انطي الهازاردز وهو يتعامل وياها، اذا ما يدري بيها راح يواجهها ويتفاجئ بها، وبالتالي راح يزداد النون برودكتيف تايم. هذا السيف الفوق اللي حكيناها. الابليكابل شنو معنى انه يكون ابليكابل؟ انا الهدف من تصميمي للبير هو بس اصمم البير واحفره؟ طبعا لا، انا الهدف مالتي انه اصمم البير على مود تنزل بيه كومبليشن تولز، على مود يصير بيه برودكشن. فإذا أنا ما صاير عندي communication ولا صاير عندي cooperation with the completion with the يعني work over and completion engineers، ما راح يكون البير مالتي ذو فائدة. فلازم أعرف أنه قبل ما أصمم أروح لل completion engineer والproduction engineer، أقول له يا أبي أنه أنت المعدات اللي تريد تنزلها بهذا البير اللي راح نصممه، إيش قد أقطارها، إيش قد أطوالها، يا عمق تريدها. فعلى سبيل المثال يقول لي يا ابي
انا اريد انزل التيوبينج ماتي مثلا. هنا احنا عندنا التيوبينج، التيوبينج ماتي اريد ينزله 4.5، فهل من المعقول اني اسوي البرودكشن كيسينج ماتي 4.5؟ مستحيل، لان هذا التيوبينج ما راح يدخل داخل 4.5، فلازم اروح اصمم بطانه انتاجيه 7 انش مثلا، كذلك الاي اس بي باكرز وهكذا. اشوف اللي موجود عنده بالمخازن بالنسبه للكيسينج، بالنسبه للوال هيد، لانه انا ما ممكن اصمم بير على بطانات هي اصلا ما موجوده بالواقع. اذا هو الكلاينت مالتي يقول لي يابا انا عندي بطانات، هذه الجريدات المتوفره، يعني انواع البطانات اللي عندي، انابيب البطانات اللي عندي، هذه المتوفره عندي 5 انواع من البطانات، سوي لي الديزاين على اساس ذني، عندي هذا الوال هيد، سوي لي الديزاين على اساس هذا الوال هيد. فاني لازم يكون الديزاين مالتي ابليكابل من ناحيه الجريدز، الويتس، اي بسم الكيسينج كونكشن، الاتش تي او اس الالوي ماتيريالز مثلا. هو يقول لي هذا مثلا الالوي ماتيريالز لازم البطانه الانتاجيه تكون تختار لها مثلا ال اي تي سي 90، فاني التزم هذا. كذلك التيوبولر افيلابيلتي بالنسبه لل البي اتش اي، بالنسبه للدرل بايب، وكذلك الدرلينج ماتيريالز اوف كورس، اشوف الستوك مات تجديد والمخازن شنو اللي بيه. اما المينيمم كوست، فانا كديزاين الكوست تمشي وياي خطوه مع خطوه، ابدا من الريك سلكشن. ما معقول انه البير هو البير عمقه ما يتجاوز مثلا 2000 متر وانا اجيب مثلا ريك ابو 2000 هورس باور مثلا، هذا كلفة عليه، فلازم أنه أختار مثلاً الريك ملائم للبير اللي راح أحفره مثلاً. وإذا مثلاً البير هو مجرد ووتر سورس، ما معقولة أجيب ريك هاي ديوتي ريك وأستخدم الووتر سورس. وكذلك الدرل سترينج سيلكشن، أختار درل سترينج أقل ما يمكن، أختار كيسينج سيلكشن، هذا جداً مهم. عدة ميني بروجيكتس احنا سويناها مثلا بالوزاره، نقلل كلف كيسنج، نقول له ليش تبدا تستخدم هذا، مثل ما شخص يعني يريد يبني بيت حاليا ويسوي يعني احنا نقول كونكريت مثلا الرباط مالته مترين او متر ونص، هو مجرد راح يسوي طابق واحد، وهذا راح يصير يعني ده يهدر الكوست، ده يهدر فلوسه ببلاش. فاحنا كانجينيرز هذا عندنا مبدا اساسي، انه لازم الكيسينج سيلكشن تختار كيسينج، كذلك التيوبنج، كذلك الوال هيد، الدرلينج فلويد، كلها لازم تاخذها كموائمه مع اعطاء سيفتي فاكتور للمصمم. يعني سيفتي فاكتور يعطي مثلا بدل ما الحمل مثلا عندي 1000 بي اس اي، انا انطي مثلا 1200، بس مو انطي 3000، هذا راح يصير صحيح هو الديزاين اوكي وراح يمشيني، لكن بالحسابات الاقتصادية هذا ديزاين فاشل. بكل مفاصل، بكل مفاصل مثل ما جاي نشوف، بكل مفاصل الويل ديزاين. هسه احنا عرفنا انه الريكويرمنت المتطلبات الأساسية المفروض يوفر لي اياها الديزاين مالتي. هسه نشوف الورك فلو شلون يصير عندي. انا كمصمم شلون ابدي الديزاين مالتي. اول شيء اسوي الداتا كولكشن. أني هسه جاني مشروع لتصميم واحد من الآبار، فأول شيء أسوي هو أنه أختار أو أبدي أجمع الداتا أو الداتا الخاصة بهذا الموقع. هذه من أصعب المراحل بصراحة، خصوصا بالآبار الاستكشافية مثلا. البئر الاستكشافي ما بي داتا هواية، فأواجه صعوبة مثل ما راح نشوف أنه شنو الديتا اللي راح نحصلها. المرحلة الثانية اللي هي راح تكون حسابات الضغوط، البور بريشر والفراكتشر بريشر والأوفر بيردن بريشر. هذه شنو؟ أنا العمود الفقري للتصميم هو حساب ضغط المسام، يعني كل طبقة من الطبقات اللي تحت السطحية هي لها ضغط معين، ضغط المن للفلويد اللي بداخل الطبقة نتيجة الترستو، بقت هذا الفلويد بداخل الطبقات، فهذا الفلويد إلى ضغط، إلى ضغط بور بريشر
من اسمه يعني بور ضغط المسامات، والفراكتشر اكو ضغط هو اللي يتكسر بهذه الطبقه. البور بريشر والفراكتشر بريشر ذن العمود الفقري للديزاين. يجينا بعد ذلك الويل تارجتس، مثل ما قلنا انه ابدي اخذ التارجتس من الريزرفر انجينير وابدي احددها مكمنيا وابدي احاول اسقطها عندي بالسيرفس على مود اسوي الويل تراجكتوري مات، مثل ما قلنا الويل تراجكتوري ديزاين. بعد ذلك الهولز نمبر اند سايزز، لازم انه احدد انه هذا البير يحتاج لكذا تجاويف، يحتاج له 4 تجاويف، يحتاج له اكثر 7 تجاويف، اكو عبارة عندنا في حق البدره مثلا، يعني حق البدره 7 تجاويف صار فيه، اكو ابار لا 4 تجاويف، اكو ابار عندنا صارت 3 تجاويف. بعد ذلك راح يكون عندي الدرولينج فلويد ديزاين. درولينج فلويد ديزاين انا لازم احدد الكثافات، احدد الاديتيفز مالتي، احدد الهيدروليك، احدد الريولوجي، وبعد ذلك انا اختار الكيسينج سيلكشن. ليش ما سوينا الكيسينج سيلكشن قبل الدرولينج فلويد؟ لانه بالسيناريو اللي اختار به، السيناريو اللي اختار به الكيسينج واحتاج الدرولينج فلويد، وكذلك احتاج السيمنتينج ايضا، لانه الكيسينج اسوي له سيناريو للكولابس، البيرس، للتنسايل، فاحتاج كدرولينج فلويد. بعد ما سويت يعني البير بدا يتكامل عندي، اسوي له السيمنتينج ديزاين ان سنترلايزر ديزاين. سنترلايزر حكينا عليها انه هي هذه المركزه الخاصه بالبطانات. بعد ذلك اسوي الدرل بايب، اختار الدرل بايب سيلكشن، واختار البي اتش اي اللي هي البوتوم هول اسامبلي، واختار كذلك الويل هيد ديزاين. هذا هو الورك فلو العام. بعد ذلك اسوي الهيدروليكس، الهيدروليكس ديزاين بالنسبه للدرولينج فلويد او للسمنتينج، ادخله بداخل المودل اللي هو راح نشوف السوفت وير اللي نستخدمها. كل هذا الورك فلو يجب ان، مثل ما قلنا بالبدايه، يجب ان يكون with estimated cost، لان انا عندي الاي اف اي اللي راصديها لهذا البير مثلا 8 مليون 7 مليون، لازم اكو استيميتد كوست انه ما اتجاوزها بالديزاين مالتي. بعد هذا كله راح تصير الخلاصه اللي نشوفها احنا بالريك سايت اللي هو الدرولينج بروجرام. الدرولينج بروجرام اللي نشوفه هذا ب 30 صفحه او 25 صفحه او 40 صفحه، هذا هو خلاصه لمئات البروسيسنج، مئات من عمليات اللي أنا أجريها كويل ديزاينر. أبدي من البور بريشر، أستخدم البرنامج الاي بي مثلا انتركتيف بتروفيزيكس، من الويل تارجتس أستخدم الكومباس، وأستخدم الويل بلان، وأستخدم عشرات السوفتويرز. فجهد جهيد يستمر لأشهر راح تكون خلاصته الدرولينج بروجرام اللي أنا راح أسلمه للدرولينج سوبرفايزر أو للدرولرز، وأقولهم يا به هذا هو البير، شكل البئر النهائي، وعليكم التنفيذ. يعني الديتا كولكشن، شن هي الديتا اللي أحتاجها أساساً باللوكس؟ أهم شيء أخذ اللوكس، اللوك أخذ منه الجاما راي، اخذ منه سونيك دي تي، اخذ منه الريزستيفيتي. من ذني استخدم البرنامج الاي بي، اكيد كلكم يعني كطلاب او كمهندسين شايفين برنامج الانتركتيف بتروفيزيكس، واطلع من يمه الضغوط تحت سطحيه، اسوي الداون هول بريشرز، اطلع البور بريشر والفراكشر جريدينت والاوفر بيردن. اوفر بيردن هو يساعدني باستخراج الفراكشر للطبقات. شنو هو الاوفر بيردن؟ اوفر بيردن هو عباره عن تراكم ثقل الطبقات، تراكم ثقل الطبقات فوق بعضها، هذا يسبب وزن. يعني بما تحويه من نسميه ماتريكس، ماتريكس ويت اوف روكس، بما تحويه من فلويد وبما تحويه من صخور.
فمن من اللوكس راح اهم شيء بالديتا كولكشن اجيب اللوكس، بعد شنو اجيب الجيولوجي، جيولوجي ريبورتس والليثولوجي، هذا مهم جدا اعرف التتابع الطبقي مالتي، الويل تايب والبروفايل اشوف انه شنو نوع البير اللي يريدوه هم، يعني البير هو هذا شنو استكشافي تقييمي تطويري، لازم اعرف واعرف شنو البروفايل مالته، ايش قد عدد التجاويف، ايش قد عدد البطانات اللي داخل هذه التجاويف، التارجتس اند لوكيشن، هذه قلنا انه لازم اكون انا مع مهندس المكامن وينطيني اياها بعد ما اكمل دراسته المكمنيه هو. بعد ذلك الاوفست ويلز، اذا انا بدي اصمم البير مالتي هو ديفلوبمنت ويل، فاجيب الاوفست ويلز. الاوفست ويلز يعني الابار المجاوره او الابار السابقه اللي انحفرت بهذا المكان او الاماكن القريبه عليه، خصوصا بالاستكشافي ما عندنا اي شيء، بالاستكشافي فقط عندنا سايزميك وعندنا حقول بعيده، يعني مجرد تعطيني تصور، عندنا دراسات جيولوجيه، فاعقد شيء عندي الاكسبلوريشن ويلز. الكومباني ستاندرز، الكومباني ستاندرز هذه مهمه جدا، لانه مرات احنا نحتار متبنيات شركه مثلا بي بي تختلف عن متبنيات شركه ايني، متبنيات شركه بترو تشاينا تختلف عن متبنياتنا احنا كوزاره مثلا، التفاصيل بالديزاين اللي هي مثلا سيفتي فاكتور، الكيك تولرانس، يعني تفاصيل دقيقه، هذه كل شركه لها متبنيات خاصه بها، شلون احنا عندنا مثلا بالحفر عندنا اكو سوفت شاتن اكو هارد شاتن، كل شركه تختار الطريقه الخاصه بها لطبيعه البير، فالستاندرد اوف كامبانيز هذا مهم جدا انه انا اعرفه قبل ما ابدا بعمليه الديزاين. مثل ما نشوف هذا الرسم هو هذا البور بريشر، هذا الخط الاسود هو البور بريشر، هذا العمق ميجر ديف باي فيت، وهذا الايكوفالنت ماد ويت، طبعا هذا هو ما دام الايكوفالنت ماد ويت بالبي بي جي هو مكافئ للبي اس اي، اقدر احوله بالبي اس اي من خلال معادله الهيدروستاتيك 0.052 ملتبلاي ديبث ملتبلاي ايكوفالنت ماد ويت. فهذا البور بريشر وهذا الفراكشر بريشر بعد ما حسبته بالبرنامج من خلال الايكويشنز اللي بداخل البرنامج، يعني البرنامج هو عباره عن تول وتساعدني باجراء الحسابات. هذا روح التصميم، البور بريشر والفراكشر بريشر روح التصميم، لان يعني على اساسه هذه الماد ويت ويندو، هنا نشوف هذه النقاط الزرقاء باللون الازرق، هذه الماد ويت ماكسيمم ماد ويت لكل تجويف، لان هذه المنطقه راح اقطعها بكيسنج، هذه المنطقه راح اقطعها بكيسنج، هذه المنطقه راح اقطعها بكيسنج، لانه ما ممكن الدرلينج فلويد اللي هنا احفر بيه هنا، لانه انت تلاحظون هذا اذا سقط هنا يسبب فراكتشر الطبقه، فهنا لازم انزل بطانه لحجب هاي المنطقه وابدي درلينج فلويد، لان هاي المنطقه اب نورمال درلينج فلويد جديد. هسه نقول شو هاي النقطه طالعه خارج، يعني كانه صاير كيك، يعني بور بريشر اعلى من هذه، لا هذه للديزاين مال التيوبينج، فهذه اللي احنا نسميه كومبليشن فلويد اللي هو يعني الويت مالته كلش يعني قليل، يعني نوعا ما قليل. الجيوثيرمال، انا كل ما انزل تحت يعني كل ما يزداد العمق كل ما تزداد درجه الحراره، وكل ما زادت درجة الحرارة هذه يسبب لي مشكلة كبرى، يعني مشكلة كبيرة، فالحرارة كل ما تزداد لازم أخذ نظر الاعتبار، لأنه تغير مواصفات السائل الحفر، تغير مواصفات الكيسينج، يعني تأثر على الخواص الفيزيائية للكيسينج، وهذه البرودكشن ديتا أنا همين لازم أعرفها، أعرف أنه الباكر وين راح يخليها، برفوريشن وين، الفلويد دينسيتي اللي هي مال الباكر شنو الكثافة مالتها، هذه كمصمم أنا لازم أخذها. لذلك أنا أقول لازم المصمم يكون متعاون مع كل المهندسين الموجودين،
بالخصوص الويل ديزاينر. ويل ديزاينر لازم يتعاون ويا الريزرفر ويا الجيولوجي ويا البرودكشن ويا الكمبليشن ويا الجمع. هسه عرفنا انه الاساس، خلينا نشوف شنو التولز اللي اسوي بيها هذا. يعني انا كمصمم اوكي اعرف المعادلات واعرف، لكنه الورقه والقلم تاخذ مني وقت هوايه، الورقه والقلم غير دقيقه احيانا، حسابات معقده، differential equations تربط بين احمال معينه. السوفت وير هو يحل هذه المشكله، لازم اني اعرف اوجه السوفت وير، السوفت وير هو اللي راح ينطيني النتائج. فاول شيء عندي الويل تراجكتوري، استخدم الكومباس اللي هو لاند مارك، بعدين الكيسينج ديزاين استخدم الكيسينج سيت. طبعا الويل تراجكتوري راح يعطيني تراجكتوري وكولاجين مثل ما راح نشوف، انتي كولاجين ويعطيني ويل باد والكيسينج سيت اقطار التجاويف، وكذلك السيتنج ديبث مال كل، يعني عمق كل تجويف وعمق كل بطانه. ستريس تشيك، ستريس تشيك هو راح يعطيني المواصفات الفيزيائيه للبطانات. بعد ذلك راح اروح للهيدروليك للويل بلانينج. الويل بلان سوفت وير اسمه ويل بلان راح يعطيني مجموعه كبيره من المودلز اللي هي خاصه بالسيمنتنج، خاصه بالهيدروليك، خاصه بالتورك اند دراج. بمعنى انه راح اصمم السيمنتنج والسنترلايزيشن، وكذلك راح اصمم البي اتش اي، راح اصمم الدرولينج فلويد هيدروليك، وكذلك التورك، تورك اند دراج، اشوف انه ايش قد راح السترنج مالتي راح يتعرض لتورك اند دراج. بعد ذلك راح تجيني الويل كوست. بالويل كوست راح احدد كلفه كل العمليات، وبالتالي احدد كلفه البير مالتي بثلاث سيناريوهات، البي 10 والبي 50 والبي 90، أسوأ احتمال وافضل احتمال more optimistic، والميديوم اللي هو بي 50. هسه الويل تراجكتوري ديزاين باي يوزينج ذا كومباس سوفت وير، اي ويل ديزاين ذا ويل باد. سو اول شيء راح يصير عندي الويل باد ديزاين، وراح نشوف شنو الويل باد. الويل باث بلان الخطه اللي راح انطيها للحفار، راح انطيها للسوبرفايزر ويمشي عليها، والانتي كولاجين موديل اند سيرفي اللي هو قلنا الموديل الخاص بمنع تصادم الابار مع بعض. واي ويل باث؟ ليش احنا بدنا نستخدم الويل باث؟ الويل باث عباره عن تجميع لمجموعة من، مثل ما هذه الصورة، خلينا نوضح الصورة بعدين. هذه الصورة هي ويل باد. أنا هنا دا أجمع عدد من الآبار سطحياً، أجمعها سطحياً لأنه بالمكمن المواقع الآبار اللي أخذتها من المهندس المكامن خطة التطوير مالته هي موزعة على المكمن، لكن أنا بالسطح راح أحتاج أحفر 600 بير، فهذا 600 بير هذه مساحة محدودة. إذا أسوي تجميع للآبار هنا، فهنا راح نشوف إيش قد عندنا هنا، 2 4 6 8 8 8 16 بير أنا جمعتهم بمكان واحد، فهذا أفضل اللي استغليت المساحات السطحية. خلينا نشوف شنو الفوائد. Reduce the surface area خصوصا في المناطق السكنية، المناطق اللي بالأوفشور مثلا، مناطق اللي المساحات بالجبال، دائما الويل باد مهم جدا بهذه الطبيعه الطبوغرافيه للمنطقه. Reduce the cost of rig mobilization and demobilization. انا هنا راح اخلي الرج مالتي هنا، خلينا نقول دول كلهم ما موجودين، الرج هنا احفر هذا البير، احركه، احفر البير الثاني، احركه. اخوان ترى الموبيلايزيشن والديموبيلايزيشن للرج يعني تكلف مئات الالاف من الدولارات، فاني من اختصر ل 16 بير اختصر الكلفه هذه ملايين الدولارات. فهذا موضوع مهم جدا انه استخدم ويل باد لتقليل الكلف. الفاسيلتي ذا سيرفيلانس اند مونيتورينج فور ويلز اند برودكشن اكويبمنت. اني بدل ما عندي الابار متوزعه
ومتناثرة على مساحة كبيرة، جمعتها بمكان واحد، صار عندي مكان سيطرة واحد، متابعة واحدة، أودي فرقة فني، يعني جماعة القياسات الحقلية، جماعة البرودكشن، جماعة الاي اس بي، يروحون هنا يشوفون مكان واحد بدل ما يروحون لكل الأماكن البعيدة. وشوف هنا يعني مجرد هو سيارتين موجودة هنا ودي يراقبون 16 بئر. بعد من ضمنها reduce the downstream the pipeline and related problems. طبعا بالتأكيد أنا هذا كلهن جمعتهن pipeline واحد. تخيل إذا عندي 16 بئر متناثرة فهنا راح يكون عندي صعب جدا، أنه مكلف أكثر. Okay, how to design the well pad. أني مثل ما قلت عندي قررت أنه أسوي تجميع للآبار، كل مجموعة من الآبار، كل 5 آبار مثلا، مثل ما عندنا في الحلفاية بالرميلة بالغير يعني بالمجنون، أغلب أس الشركات التراخيص توجهت نحو ال well pad. How to design the well pad. رحنا هسه راح ناخذ الكومباس ونبدي نشوف شلون نقدر نسوي ال well pad الخاص بي، لانه اني اخذ فقط الكوردينيت للسايت. السايت هذا ماتي، انا عندي مجموعه من التارجتس وراح اسوي لها well pad. فعندي أنا هذا الكومباس الديمو هنا، أنا أبدي أستخدم السوفتوير بالنيو أبدي أسوي الكومباني، فأبدي أسمي الكومباني ماتي على سبيل المثال نسميها مثلاً IDC Tractorland Company. راح نقتصر الأشياء اللي ما راح تأثر على الديزاين بصورة عامة، ونقتصر على الأشياء لأنه إحنا محدودين بوقت معين. فقلت له أني هذه الأنتيكولوجين ماتي، هذه الأنتيكولوجين الإنذارات اللي راح ينطيني إياها في حال اقترب البير ماتي أنا اللي مسوي له ديزاين من الآبار الثاني. فأني أقدر أسمي الليفل 1 أنه ذو صار تصادم، يعني السيفت فاكتور صار واحد، يعني الإليبس هذا shutdown. هنا أنا مثلاً أقول له monitoring or amending. وبالليفل 3 اللي هو يعني متفاوت. العفو استاذ اذا تقدر تعيد الشير. عفوا استاذ. للسوفت وير. اوكي استاذ عباس واضح استاذ، واضح. تمام. الخيار الثالث اللي هو راح يكون عندي السيبريشن فاكتور 1.5، يعني الاليبس هذه الحلقه الدائريه اللي خليتها وهميه انا حول البير ماتي تكون بعيده عن اسرع. نشوف انه شلون اطلع السيبريشن فاكتور. مثلا هنا راح اقول له مونيتورينج يعني دير بالك. فمن اطلع التقرير بعدين وإذا البرنامج منطيني تحذير شت داون أو تحذير أميندينج، فأعرف أنا شنو نسبة الخطر اللي صارت عندي. ناس الكومباني أوكي، البروجكت ماتي أقول مثلاً بروجكت، خلينا نقول مثلاً أكسفيلد بروجكت. اوكي الماب انفورميشن هنا راح اكو نظام يسمونه نظام جيوداتيك سيستم. هذا النظام عالمي راح يسقط لي المكان مالتي اللي اشتغل بيه اني، فاختار الكوردينيت مال العراق
coordinate of Iraq. هذا Iraq coordinate. فأعطاني coordinate مال العراق لأنه هذا راح يتعامل ويا المجال المغناطيسي الأرضي، لأنه المعدات اللي نستخدمها إحنا بالقياس، قياس العمق وقياس الاتجاه، هذه كلها تتعامل مع المجال المغناطيسي الأرضي، وهي همين بها مجال مغناطيسي. من يصير interference راح يقول لي أنا وين، أنا وين بالتحديد كعمق وبالتحديد كاتجاه بالتحديد كزاوية. فالحد هنا أوكي. فلهنا هاي الماب information صارت عندي تمام. Iraqi Grid North. هنا أنا راح يقول لي أريد a new site. فالسايت ماتي سايت لوكيشن أنطي الكوردينيت مال السايت ماتي الماب، هذا الإيستينج يعني التشريق، إيستينج هذا الإيستينج وهذا النورثينج، نورثينج التشميل، لأن إحنا نتعامل مع تشريق وتشميل، إيستينج والآن نورثينج لكل بير. هنا اقول له اوكي، يقول لي تريد تسوي ويل، اقول له لا هسه ما اريد اسوي ويل، اريد اسوي ويل ويل باد. فاروح هنا يعني كمباس لاند مارك منطيني خاصيه يسموها خاصيه التمبلت، تمبلت اديتر اللي هو خاص بالشون اسوي الويل باد. انا عندي موقع واحد للسايت ماتي، وعندي جوه آبار خمسة أريد أسوي لهم ويل باد. فهنا بهذا التمبليت عندي هنا سلوت، عندي جيومتري، عندي ويلز. فبالسلوت راح أقول له مثلا ويل باد، ويل باد نمبر وان. هذا هنا أنا هو خلى عندي كأنه بئر واحد. أروح للجيومتري، بالجيومتري راح أختار ريكتانجل على شكل مستطيل. أنت مخير أنه تكون سايكل أو فقط بئر واحد، أو عندك أكثر من تو روز أو ون رو، وراح نشوف مثل ما راح نشوف إحنا هنا. Number of row إيش قد الأسطر، خلينا نقول إحنا عندنا سطرين، وnumber of columns إحنا خلينا نقول عندنا أربعة. السبيسينج بين بئر وبئر إيش قد أنت، هذا ضمن الستاندر مالتك أنا حسب المساحة اللي عندي. مثلا نقول له أنا خمسة وخمسة كرو بين مكان ومكان بين بئر وبئر، وعشرة بين الكولوم والكولوم. هنا راح نشوف خمسة، هنا راح يصير عشرة. الإيستينج سنتر وال ستارتنج نمبر أوكي. مشكلة بسيطة. تمبليت نقوله نو، خلينا نشوفه من جديد. والبعض. five nine of ten.
number of columns خلينا نقول مثلا 4 بنات مع عشرات. خلي مو مشكلة، يمكن الظاهر أكفد في مشكلة بسيطة، مو مشكلة. خلي نكمل ال well site، نسوي ال well بعدين نرجع على ال well path. فأني صار عندي هسه حاليا صار عندي single، يعني slot واحد لل يعني مكان واحد للبير واحد. فأقول له مثلا هذا البير مالتي على سبيل المثال HF 15 الفاية 15. الدبث reference مالتي لازم أنا أعرف أنه أخذ دائماً الـ RTKB اللي هي الأساس اللي أسوي عليه، فأقول له RTKB وأعرف أنه الـ RTKB إشقد ارتفاعها، أعرف أنه الرقمات إشقد، الرقمات مثلاً 16 متر، الـ Ground ما تشقد يعني الـ Wellhead الـ Ground Elevation. أنا هسه هذا مثل ما تشوفوه هذا الـ Datum اللي هو RTKB، هذا الاير جاب اللي هي من الجراوند لحد ال RTKB، وهذا المين سي ليفل. فايش قد ارتفاع الارض عن المين سي ليفل مثلا 5 متر، راح اعطي ابلاي هو قسم لي اياها، هذا الجراوند 5 والاير جاب 11 والديتا مالتي اللي هو RTKB صار 16. فاقول له اوكي، يقول لي تريد تسوي ويل بور جديدة، لأن أنا ممكن عندي سايد تراك، ممكن عندي مالتي لاترال، ممكن عندي فيش بون، عندي يعني ويل بور متعددة. فنقول ويل بور نمبر 1، الويل بور نمبر 1 هذه أكو عدة خيارات. أسوي يقول لي تريد بلان، كرييت بلان، أقول له أوكي هيا بلان، بلان الأولى، البلان الأولى. طبعا اختصارا للوقت يعني بعض الخيارات هذه تفاصيل دقيقة بالتصميم ما راح تأثر هواي. هنا انفتح عندي البرنامج، انطاني الواجهة الأساسية لتصميم البرنامج، يعني البلانينج ميثودز، البلانينج ميثودز اللي هي سواء سلانت ويل، اس ويل، هذني 3D ديزاين للويل، اوبتيمم الاين اند نج. فلهنا انا هسه حاليا ما عندي تارجت، أنا مجرد سويت بير الكوردينيت مالته معروف، فلازم أعرف أنه التارجت مالتي شنو اللي مكان الموقع المكمني للتارجت اللي أخذته من مهندس المكان. أروح على هذه الأداة هنا أنا عندي اللي هو تارجت إديتر، فأشوف التارجتات اللي انطانيها أبو المكامن، أخذ الترو فيرتيكال ديبث مالته هذا 2874 هذا اسمه، نقول A1 2874 هذا A1. والإيستينج والنورثينج مالته مثل ما قلنا انه السيرفيس راح يختلف عن التارجت، الى كل واحد الى إيستينج ونورثينج. هذا الايستنج مالت التارجت، وهذا النورثنج مال التارجت. وما انسى انطيه حفظ، حفظت فقط هذا التارجت، لا ينطيني التارجت بالبدايه والتارجت بالنهايه، يعني من يدخل الطبقه المكمنيه والتارجت النهايه التي دي اللي هو 3117 هذا الايستنج، نقول هذا تي دي توتال ديف 3117 هذا الايستنج. هذا الايستنج وهذا النورثنج بالنسبه للتارجت. وايضا انطيه سيف، لا تلاحظون هنا صار عندي تو تارجتس،
هذا هسه خزنت عندي تارجتس، اغلق التارجت وارجع للبير ماتي. احنا الويبنر مالتنا دا يقول السكيلز، السكيلز اني كمصمم لازم اعرف انه ليمتى اختار، وين اختار الكيك اوف بوينت ماتي، نقطه الانحراف عن الشاقول، لانه الابار يبدي عمودي بعدين دايركشنال بعدين هوريزونتال. ف اني لازم يصير عندي فكره انه شلون اختار الكيك اوف بوينت ماتي، على اي اساس اختار الكيك اوف بوينت. البرنامج هنا راح يتيح لي شغلتين خيارين. بالسلانت ويل اذا ما دام هو يعني بئر مائل، يعني هو قال لي ابو المكان قال لي انه البئر يعني دايركشنال، فالبرنامج يقول لي select two unknowns using the checkbox. عندك اثنين ما تقدر اذا ما تعرفهم، مثلا اقول له الكيك اوف بوينت الفيرست هولد ما اعرفه، واعرف البيلد اني اعرف امكانياتي انه اسوي ثلاث درجات لكل 30 متر، الماكسيمم انجل اقول له لا تتجاوز لي ال 40 ديجري لانه اني دايركشنال. السكند هولد هذا ما اعرفه ولازم اربطه ويا التارجت، يا تارجت منهم تارجت الاولاني فاشوفه، وهنا ابدي اعطيه كالكوليت، كالكوليت اند نيكست. لاحظ هنا بدا البرنامج يسوي لي بئر دايركشنال وهذا التارجت مالتي انا مسقطه اوريدي، بدا هو ويا التارجت مالتي. خلينا نشوف هو شو اختار من العمق مال الكيك اوف بوينت، اغلق هذه واشوف انه اختار 2208. انا عندي منطقه الابنورمال بهذا الحقل هي تنتهي بال2000، فاروح للجيولوجي اقول له يابا انا هسه عندي 2208، هل من الممكن انه اسيت يعني اسوي عمليه كيك اوف انحرف عن الشاقول في هذه المنطقه في هذا العمق؟ الجيولوجي قال لي لا والله هذه المنطقه يعني سوفت ومنطقه راح يصير بيها كيفنج اذا سويت بيها كيك اوف، ممكن انه اذا اعمق اوكي راح تجيك مثلا هارد ان هايدرايت، فاستخدم الكيك اوف ماتك مثلا 2250. اجي هنا أنا اقول له 2250 انا احدده، اقول له 2250 والزاويه على سبيل المثال البيلد انجل انا ما ادري بها ايش قد، فارجع مره ثانيه واقول له كالكوليت. فصار عندي هنا صار عندي التارجت مالتي اوكي، اشوف انه انا هيت ذا تارجت 100% فيرست تارجت، وراح يدخل بالريزرفر لحد ما يوصل للتي دي. انا انتهيت من هذه، اقدر استمر واروح للتارجت بصورة مباشرة التي دي، يعني two targets أسوي لهم مباشرة، أو أروح لـ optimum align اللي هي هاي التول أنا جدا أحبها لأنه تربط لك عدة تارجتات، حتى لو عدد كبير من تارجتس ممكن أنه تستخدم هذه. بس عرفت شنو؟ عرفت الـ 2250 هي الكيك اوف بوينت مالتي. اوكي راح امسح هذا وابدي هنا أنا اقول له هولد من السطح لحد 2250 هذه لا تتلاعب بها، هذه عندي كيك اوف. افعل هذه واروح للاوبتيمم الاين، يقول لي انت تريد كيرف hold curve يعني منحني بعدين hold بعدين منحني، لو تريد curve curve اقول اريد curve curve مباشره روح لي للتارجت. وش قد الدوغ ليج اللي هو معدل الانحراف 3 درجات لكل، هذه افضل لانه ما راح يصير عندي يعني احتكاك ازيد للدرول سترينج ولا للكيسينج من راح انزلها، فيكون عندي افضل. كل ما يكون اقل الدوغليك كل ما يكون افضل.
الفاينل تارجت اختار التي دي، اقول لك كالكوليت. اوكي هو راح للتارجت مباشره، بس ايش نسى؟ نسى يرجع للتارجت الثاني الاول اللي قبل التي دي. اقول له باك تو فيرست تارجت واختار التارجت الاولاني، اقول لك كالكوليت. لاحظ هنا انا صار عندنا، صار لنا التارجت اول بعدين تارجت ثاني، واقدر استعرضهم بال 3D واشوف هذه الاداه التارجتات اللي سويناها، هذا التارجت الاول والتارجت الثاني، اقدر اشوف انه تمام هيت ذا تارجت تماما. يعني هذه المنطقه دخل بالريزيفر وصل لنهايه الريزيفر. هسه هنا انا سويت الويل تراجكتوري، بس ما متاكد انه هذا التراجكتوري مالتي هو ممكن يصير بي كولجن، ممكن يصطدم بالابار الباقيه. ما راح ناخذ هواي وقت على مود الاسئله والاجوبه، فقط دقائق بسيطه ان شاء الله. اروح اسوي انتي كولجن موديل بهذه الاداه. هو راح اوريدي انا عندي مجموعه كبيره من الابار حافرها قبل، ف يقول لي يا مشروع انت مسويه سابقا تريد تسوي مقارنه ويا البير مالتك الحالي اللي سويته. فابدي اختار التارجتس، اختار سواء انا اريد يعني اظهر كل التارجتس او التارجتس اللي قريبه علي، لان انا اعرف انه التارجتات والمشاريع القريبه علي. فاختاريت التارجتس هنا وابدي اسوي انتي كولوجن موديل. هذا الابار القريبه، ابار مجاوره قريبه. وين البئر مالتنا؟ هذا البئر مالتنا، طلع التارجت مالته هنا. فلازم اني اعرف انه هذا البئر مالتي هو، هل يكفيني انه رسم؟ لا، الرسم ما راح يكفيني، لانه هذه مساحات يعني متقاربه جدا. يعني لو تشوفون هسه هذا هنا يعني ويل باد، احنا مسوين الديزاين مالته ويل باد. ان شاء الله الويل باد على المحاضره الجايه اول ما نبتدي بيها ان شاء الله غدا، لانه صار الظاهر اكفد يعني مشكله بالسوفت وير. لكن هذا ويل باد انا مسويه. هل اكتفي بالرسم؟ لا، اروح اسوي. تذكرون بالبدايه انا انطيته سيبريشن فاكتور وقلت له اريدك تشوف لي هذا الاليبس اللي دار مداير هذا. يعني انا اسوي اليبس اوف انسرتينيتي، هذا البئر ماتي وهذا البئر المجاور. فالسيبريشن فاكتور راح يكون السنتر تو سنتر سيبريشن، هاي المسافه اللي هي من المركز مال هذا للمركز مال هذا، على سبيل المثال هاي 12 متر. اقسمها على شنو؟ على الار 1 زائد الار 2 اللي هي من هو القطر مال الاليبس، هذا القطر مال الاليبس اللي هي ار 1، نقول هذه 6، خلينا نقول هذه 4، صار 10. انا من هناك عندي المسافه ايش قد؟ 12. ف 12 على 10، 12 على 10 طلع عندي سيبريشن فاكتور 1.2. ف 1.2 اوكي، هذا سيف، ما مصادمين. هذا هو اللي دا احكي عليه، يعني انه السيبريشن فاكتور اسوي ك نمبرز وك ريبورتس. ريبورتس اقول له انتي كولجن ريبورتس، هو مباشره راح يعطيني يقول لي مثلا شنو اللي تقدر ريسك. عذرا ثاني واحده فقط ال على راحتك استاذ. اهلا بك مره ثانيه استاذ. مره تمام خليك. ف اعتذر منكم.
الانتي كولاجين ريسك، فاقول له هذا سوي لي موديل للريسك اقلب ريفيو. وراح يسوي لي جنريتنج للريبورت. اها سيرفي تول ما مختارين احنا سيرفي تول. لازم نختار سيرفي تول. سيرفي تول هذه لازم يعني كل بئر لازم احدد انه شنو الاداه اللي استخدمها للسيرفي. مثلا احنا الام دبليو دي واقول له انه هذه ك سيت از ديفولت اللي هي ماجنتيك. فهنا تحولنا من الأشكال إلى الريبورت. راح يصدر لي ريبورت بيقول لي شنو الريسك اللي موجودة في بين البير ماتي وبين الأبار الباك. هنا هو صدر لي النتائج ماتي، هذا يقول لي أنتي كولاجين ريسك ريبورت، وده يقيس اللي ينطيني الورنينج اللي أنا حددته بالبداية. يقول لي ذن الأوفسيت ويلز وهذا الريفرنس ويلز اللي هو البير اللي تريد تشوف له الانتيكولوجين، وهذه الآبار المحيطة به. فيقول هذا out of range، هذا السيبريشن بعيد، وهكذا كل الآبار اللي أنا حددتها هو دي يعطيني المسافة بيناتهم وينطيني الورنينج ايش قد اذا موجود ورنينج، لاني كلهن سيف. فاشوف هذا هنا انا اخاف اكو فد شيء. السيبريشن فاكتور هنا انا صاير 2، انا عندي اذا 1.2 هو زين فتمام الامور تمام. وهكذا الى ان اشوف كل الابار المحيطه بالبيرماتي. اذا شفت اكو ريسك هذه طبعا بعض الاشكال اللي هي سنتر تو سنتر نسميه اللدر احنا، فلهنا انا اقول اوكي تمام هذا الديزاين ماتي ماكو اي مشكله والتارجتس هيتس سكسسفولي. اصور لهنا انا اوكي يعني السيشن يعني بصوره عامه انتهى، والمايك لك استاذ عباس. طبعا استاذ احنا جدا نشكرك على هالمحاضره القيمه، كانت كلش مليئه بالمعلومات. اذا تحب تاخذ اسئله هسه حضور ذاته مسألة. أي سؤال أنا حاضر. حب يسأل بس يرفع يده. أي سؤال في بالكم؟ يعني هو كل الأسئلة محترمة وكل الأسئلة سواء قليل. ويانا محمد كريم. أوكي. محمد تقدر تفتح المايك. السلام عليكم استاذ، شكرا على هاي المحاضره القيمه. استاذ بس عندي سؤال بخصوص الاوفر بيردن جريدينت، شلون نقدر نحس به احنا الاوفر بيردن جريدينت؟ اكو عندنا يعني موديل خاص بالاوفر بيردن جريدينت. الاوفر بيردن جريدينت النورمال هو 1 بي اس اي لكل فوت، يعني كل ما ننزل فوت تحت الارض هو ده يزيد 1 بي اس اي. هذا كستاندر مثل ما عندنا الستاندر بالنسبة للبور بريشر. البور بريشر 0.465 PSI لكل فوت إذا كان بالنسبة للماء المالح. يعني الأوفر بيردن يرتبط بالروك ماتريكس. الروك ماتريكس يعني مثلا أنا عندي
منطقة لايمستون، منطقة ساندستون، منطقة مثلاً أنهايدرايت. لكل واحدة من ذن الطبقات لها دينسيتي، يعني الساند لها دينسيتي خاصة به. الدينسيتي مال الطبقة تنضرب بالعمق مضافاً إلها البور بريشر. يعني إحنا اللي نستخدمه بالحساب نستخدم الاي بي، يعني الاي بي انتركتيف بتروفيزيكس. فالاي بي يريد من يمي الجاما راي. ليش يريد الجاما راي؟ لأنه يريد يشوف يعني الليثولوجي مال الطبقات. من عرف الليثولوجي مال الطبقات عرف الدينسيتي مالتها. من عرف الدينسيتي أنا أوردي منطي البور بريشر، فبعد ذلك راح يحسب لي أوفر بيردن موديل كامل، يعني أوفر بيردن بريشر كامل لكل الطبقات. تمام زين. أستاذ سؤال، ليش ما نستخدم إحنا قبل الدينسيتي لوك ومن خلاله قبل إحنا نحسب الأوفر بيردن؟ هو ممكن هذا الشيء؟ هو هذا اللي يسوي البرنامج. بس الشغلة أنه الدينسيتي روك راح تنطيك فقط الروكس، يعني الدينسيتي مال الروكس، ما ياخذ بنظر الاعتبار البوروس اللي بداخلها، الفلويد اللي بداخلها. الفلويد اللي بداخل الطبقات هذا مضغوط يعني نتيجة للروك ماتريكس، نتيجة تراكم طبقي، مضغوط بضغط معين. هذا إذا أخذنا بس الدينسيتي مال الروكس ما راح ياخذ بنظر الاعتبار الضغط اللي بداخله. فلذلك الأوفر بيردن يكون أعلى شيء، أعلى من الفراكتشر، يعني اعلى اعلى شيء اوفر بيردن، بعدين فراكتشر، بعدين بور بريشر. تمام استاذ، شكرا جزيلا. حبيبي استاذ عيني. اي اسئله ثانيه؟ اعتقد ماكو اسئله. طبعا نشكر وجودك اليوم ويانا استاذ، وشكرا شكرا يعني على المحاضره القيمه. الشكر موصول لك استاذ عباس، نشكرك على جهودك. بس انا مو عباس. العفو العفو العفو. اوكي عباس عنده شغل. كلكم بكم البركه. الله كلنا واحد وكلكم واحد، وان شاء الله يعني اتمنى لكم كل التوفيق. طبعا انا بس احد اضيف شيء، انه خصوصا اللي بعتوا مرحله الدراسه لاخواني مثل حضراتكم، المفروض يتعلم السكيلز، يعني هذه المهارات اللي بالديزاين مثلا. لما ما يكون يعني من يتخرج من الجامعه اذا عنده سكيلز خاصه بالسوفت وير، خاصه بال يعني بالاي بي، باللاند مارك، هذا راح يكون مؤهل اكثر للدخول بسوق العمل. لانه هذه السوفت ويرز هي التول اللي راح توصلك لوصول النتائج. مثل ما قلت بالبداية، يعني العمل إذا بالورقة وإذا بالمعادلات، هو هذا صحيح جدا صحيح، والسوفتوير هو معتمد على هذا الشيء، على المعادلات الديفرنشيال والإكويجنز كلها ميثودولوجي. بس إذا أخذت السوفتوير سويت يعني ماستر the skills of software، راح تكون مهيئ أكثر. وهذا أنتم يعني أكيد أنتم الجيل القادم الأمل اللي راح تكونون يعني تاخذون المواقع اللي احنا نسلمكم اياها ان شاء الله، وانتم ان شاء الله كلكم كفؤين وتستحقون هذا الشيء. شكرا لك استاذ، وشكرا على هذا التحفيز. يعني شكرا استاذ حيدر، الله يخليك. السلام عليكم استاذ. اهلا وسهلا. السلام عليكم استاذ، معك دكتوره لياد مشرفه الطلبه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مشرفه شابتر الطلبه ومؤهله تدريسيه. اهلا وسهلا بك استاذ، شكرا جزيلا على المحاضره. بس حبيت اشكرك على المحاضره طبعا. شكرا جزيلا، وانت متواصل ويانا ان شاء الله. واصل ان شاء الله. أيوة نتمنى أحنا نشوفك. نعم شكرا جزيلا، ما قصرت، الله يحفظكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تصبحون على خير جميعا، وشكرا جزيلا. ان شاء الله تصبح على خير استاذ. بعون الله تصبح على خير. مع السلامه. شكرا جزيلا طلاب. مع السلامه. شكرا طلابنا الاعزاء. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه.